علي مين اللي مستنيه يتصرف؟ انت اكيد واخد فكره غلط خالص عن علي. يعني ايه؟ مش هساعد جمال؟ معرفش. بس علي ده من النوع اللي طول الوقت بيوهمك ان هو عايز يتصرف. لكن ما بيعملش ولا حاجه. مساعده بالكلام وبس، لكن فعلا انسى. غريب قوي. بقولك يا اشرف، انت فعلا هتقدر تساعد جمال في قضيه زي دي ولا وكله محامي كبير؟ توكلي له ايه؟ محامي كبير. محامي كبير؟ المحامين الكبار دول كبار سن بس. مفيش حد فيك يا بلد يقدر يخرج جمال ويساعده من اللي هو فيه غيري. بس هو يساعد روحه الاول. يعني ايه؟ تفتكر يا منى جمال من النوع اللي ممكن يبقى ورط نفسه في حاجه زي دي بجد؟ لآخر مرة بسألك، مين الواد ده يا جمال؟ برضه؟ واحد صاحبي كان معدي عليا يشرب معايا شاي، قرف من حياته قال يخلص نفسه. أنت هتستعبط يا أمك، قال لك جاي في قضية إيه؟ ما تسأله. لا ده أنت بتستظرف، رد عليا عادل يالا، قال لك جاي في قضية إيه؟ ما عنديش كلام أقوله لك. لو ما حكيتليش اللي حصل بالتفصيل هلبسك جناية قتله. لا يا راجل. ده على أساس إن أنا جاي في سرقة موبايل. وأنا أعلمك شغلك ولا إيه يا باشا؟ قلت لك قبل كده 100 مرة. مالكش دعوة بالموضوع ده. الحكاية أكبر منك، اسمع الكلام. اللي بتقوليه ده يا ليلى حله بسيط قوي. ما دام اللي في الصورة ده أحمد الطوخي زي ما أنتِ بتقولي، يبقى الاسم اللي قالك عليه زميلك اسم حد تاني. الجرايد كلها نشر صورته النهاردة باسم جمال الجبالي. طب يبقى مين أحمد الطوخي؟ ده اللي هيجنني. طب ما يمكن واحد شبهه. شبهه؟ أنا لو هغلط في الناس كلها مش هغلط في أحمد الطوخي. أنا مش مصدقة إن الكلام ده بيحصل في أوتيل فايف ستارز. سوري دمازيل، بس قلت لك الغلط مش من عنا، ما إجا حدا من قبل حضرتك عمل كونفرميشن. البرنت دي من عندي مين؟ في عندكم هنا؟ هيدي الورقة موجودة أونلاين على الويب سايت اللي بتحجزي عليه. من فضلك ما تدخلينيش في حوارات جانبية. أنا جاية أعمل شغلي وأغطي المؤتمر ومش لاقية أوضة محجوزة لي، تقدري تقولي لي هتصرف إزاي؟ المشكلة إنه الأوض عنا كلها كومبلي، إذا بتحبي بتصل بأوتيل تاني قريب شوف إذا عندهم أوض. هترجعي تقولي إنه كومبلي برضو عشان المؤتمر. واضح إن في مشكلة. مشكلة كبيرة. معلش. كل مشكلة وليها حل. ماري. احجزي الأنسة ليلى المحجوب. احجزي الأنسة ليلى أوضة من عندنا. بس مستر اعملي زي ما بقول لك. أنا عندي ناس لسه جايين كمان يومين. حاضر مستر أحمد. شفتي؟ كل مشكلة وليها حل. ميرسي بجد، أنا مش عارفة أقول لك إيه يعني. أنا ما عملتش حاجة. أحمد الطوخي. هو مين ده؟ ده مستر أحمد الطوخي، عضو بالمؤتمر الأمم المتحدة عنا. صباح الخير. صباح الخير. اتفضلي. المطعم فيه أماكن فاضية كتير، بس قلت يعني. أنت عودتي إن أنا أحجز لك مش كده؟ كنت عارفة إنك هتفهمني كده. أنا بارك معاكي. هيئة الأمم المتحدة مش كده؟ واضح إن أنت صحفية شاطرة فعلا. هو أنت ما سمعتش عني قبل كده؟ أديني بسمع، بس بسمع سوري شوية. صح. انت عرفت كده ازاي؟
أنا مامتي سورية بس بابا مصري. باين من طريقتك. أنا بجد متشكرة على اللي عملته معايا. وأنا ما عملتش حاجة. هما كلموني الصبح ووفروا لي غرفة. طب كويس. تفتكر المؤتمر هيحقق حاجة؟ سوري معلش كنت بتكلميني على المؤتمر مش كده؟ طيب بصي بقى، أنا صاحي الصبح النهاردة مش عايز أتكلم عن الشغل خالص، البلد دي فيها حاجات حلوة لازم تشوف فيها. تتكلم عن الشغل ولا تتفرج عليها؟ من أول مرة خرجت معاه فيها حسيت إنه مش زي أي حد أعرفه، وفي كل مرة تقابلنا بعد كده كان بيتأكد الشعور ده جوايا. كنتش أرتب كلام أقوله معايا، كنت بسيب الكلام يطلع مني على طبيعته. كنت حاسة إن أعرفه يعرفني من زمان قوي زي ما أعرفش. من وأنا صغيرة كل اللي كان يسألني نفسك تطلعي إيه لما تكبري أقوله صحفية، حتى يمكن قبل ما أفهم يعني إيه كلمة صحفية. كانت في عندنا مدرسة في مدرستنا الابتدائي في طنطا كان اسمها أبلة عواطف، هي اللي اختارتني زرعتها جواها. كانت دايما تشجعني أكتب وأروي لها اللي كتبته، خليني أطلع في الإذاعة المدرسية. عوضت عندي فقدان امي، فضلت في حياتي لغايه ما اتجوزت سابع وبعدها توفت بفتره صغيره. انا اسفه، انا مش عارفه حكيت لك ده كله ازاي. بالعكس انا عايز اسمعك. مين سامح ده؟ سامح كان خريج نفس كليه بس كان سابقني بدفعتين. كان شاب طموح وموهوب واي بنت تتمنى ترتبط بيه، لكن انا رفضت علشان ما كنتش عايزه اي حاجه تعطلني عن مشواري وطموحي. اول جورنان اتدربت فيه كان هو اللي ماسك التدريب، قعدت يوم واحد ومشيت. قررت اشتغل صحافه من غير ما اتدرب. اشتغلت كتير ورحت وسافرت لغايه ما دخلت تلفزيون الدلتا التقارير وصورت. كنت اول صحفيه تدخل تلفزيون من غير واسطه، دي طبعا كانت معجزه. وفي يوم لقيت سامح هتدفع عندي في البرنامج، هل صدفة ولا مترتبة؟ آخر الحلقة سألني قال لي تتجوزيني؟ حسيت إن ده كان السؤال اللي كنت طول عمري أهرب منه، بس المرة دي مكانش ينفع أهرب منه تاني. حصل ازاي؟ حادثة عربية، الإسعاف متأخر، الباقي معروف. معلش ما هي كده كل حاجة في حياتي بتيجي متأخر. إسعاف بتيجي متأخر، قرارات صح بناخدها في حياتنا بتيجي متأخر، حتى الناس المفروض يبقوا في حياتنا وقريبين مننا بيجوا متأخر. كأنك تعرفيه من زمان. كان ليه سحر غريب عليا، ما حسيتوش مع حد غيره. طب هو حكى لك عن نفسه؟ قال لي كنت دايما عايزه اعرفه، ولما كنت اساله كان يجاوبني ويقول لي انا عايزه اسمعك اكتر. يعني ما حكيتيش اي حاجه خالص؟ خالص؟